بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. حقيقة يمكن في مشاعر كده الواحد مبيقدرش يوصفها، لكن في البداية في شكر لازم أتقدم بيه لبعض الناس الحقيقة اللي هم كانوا بالنسبة لنا النهاردة قيمة كبيرة جدا. وعايز أبتدي بالسادة القضاء، الحقيقة إن هم عملوا مجهود كبير جدا جدا النهاردة. وكمان عايز أشكر اللجنة الأولمبية، لأن اللجنة الأولمبية الفترة اللي فاتت يعني طلعت معانا على كل بنود اللائحة، بشكرهم جدا، ادونا من وقتهم كتير، واحنا كنا حريصين على ده عشان يكون دايما اي حاجة النادي الاهلي بيعملها تكون شيء قانوني وضمن اللوائح والميثاق الاولمبي. في كمان شكر انا يمكن اللي انا شايفه النهاردة هي احتفالية سببها الرئيس الحقيقة الادارة التنفيذية بتاعت النادي الاهلي، من المدير التنفيذي لغاية أصغر عامل في النادي الأهلي. كل واحد كان ليه دور في المظاهرة اللي احنا شفناها النهاردة، واحنا يجب أن يكون النادي الأهلي باستمرار بهذا الشكل إن شاء الله. كمان مش هقدر إن أنا أنكر أبدا دور الأمن، لأن الحقيقة الأمن كان ليهم دور كبير جدا النهاردة في سهولة وخروج الناس، وده الحاجة اللي برضو اللي ساعدت كتير جدا في نجاح هذه الجمعية. كمان عايز اذكر الحقيقة زمايلي في اعضاء مجلس الإدارة كلهم، كل واحد فيهم الحقيقة النهاردة قدم في خلال الفترة اللي فاتت قدم الواجب عليه، ان اذا كانت الاعضاء انتخبونا فانتخبونا لانهم كلهم عندهم ثقة فينا، ويجب ان احنا نكون اهل لهذه الثقة، ويجب ان كل واحد كلنا يشتغل الفترة القادمة كلها زي ما قلنا قبل كده قبل الانتخابات بروح الفانيلا الحمر. هو ده النادي الاهلي. اللي بيسعدني كمان بقى في النتيجة دي وفي اقرار النظام الاساسي، وعايز اقول لحضراتكم من 99 سنة بالتحديد في سنة 1919 كانت أول جمعية عمومية للنادي الأهلي، وتم إقرار لائحة النادي الأهلي فيها. يعني 1908 كانت لائحة كده بتتحط ضوابط اللوائح، لكن 1919 كانت أول لائحة، وكان بالنسبة لنا شيء تاريخي. النهاردة هو يوم تاريخي، بعد 99 سنة حضراتكم وجميع أعضاء الجمعية العمومية كلهم شاركوا في هذا الحدث التاريخي. وهنا بقى يجي الدور أو يجي الشكر الموصول الدائم بالنسبة للجمعية العمومية. أعضاء الجمعية العمومية إحنا مش لاقيين كلام أو عاجزين عن لاقي كلام نشكركم بيه، سواء اللي حضر أو اللي ما حضرش، سواء اللي كان موافق أو اللي كان له وجهة نظر أخرى. هو ده النادي الأهلي، هو ده يجب جميعا نشتغل بهذه الروح. ولكن كمان الشيء المهم ان انا النهارده شفته المظاهره بحقيقي، يعني زي اللي شفته في الانتخابات، مظاهره حب في النادي الاهلي مش في اشخاص. يا جماعه النهارده اللي احنا شفناه في جو حر جدا، شفناه من كبار السن، شفناه من الاطفال، من السيدات، من الرجال، الناس كلها بقلب وبحب وبانتماء جايه لناديها. هو ده النادي الاهلي، وهي دي عظمة النادي الأهلي، ولازم كلنا نكون فاهمين هذا الكلام. النهاردة مثلا حضراتكم ما تعرفوش انه في شخص منكم واقف وسطيكم دلوقتي وهو جاي في اتوبيس داس على رجليه، راح وتعالج ورجع كمل، يعني رجع كمل ووقف وخدم. الحاجة اللي انا عايز برضو ما تفوتنيش اشكرها حاجتين كمان، فعلا بشكر جدا اعضاء الجمعية العمومية اللي هم النهاردة أقروا لائحتهم، النهاردة أمنوا، خدوا بالكم من الكلام أنا بقوله ده كويس، أمنوا النادي الأهلي ودعموا النادي الأهلي وحموا النادي الأهلي. حضراتكم النهاردة بتحموا النادي الأهلي. الحاجة التانية عمي
كمان في هي يعني جهة بتشتغل معنا كل انتخابات وكل جمعيات وهي الجهة الإدارية. الجهة الإدارية النهاردة ليها دور كبير جدا جدا في نجاح اليوم ده. الجهة الإدارية النهاردة عملت مجهود كبير جدا، يعني الحقيقة مدير الإدارية بالسيد الدكتور أشرف كان ليهم دور كبير جدا في نجاح المنظومة بتاعتنا النهاردة. الحاجة اللي أنا عايز أختم بيها وهو الشباب. الشباب الحقيقة يعني بقى لهم شهر لازم نفخر بده، لازم كلكم تفخروا بالكلام ده. شبابنا شباب النادي الأهلي بقى لهم أكتر من شهر شغالين، ولا واحد فيهم بيتقاضى جنيه ولا عايز منصب ولا عايز حاجة، هو بس بيحب وبينتمي، وعشان كده هو بيشتغل. يا جماعة الشغل اللي من وراه الحب والانتماء ده هو ده الشغل، هو ده. ملهمش هدف، ملهمش هدف، بس انا عايز يكون ليهم هدف، وعايز كل واحد فيهم يتطلع انه يكون في مناصب. النادي الاهلي محتاج نوعية من الشباب ده، لازم النادي الولاد دولت لازم يكون ليهم قيادات جاية ان شاء الله. في النهاية انا بكرر شكر للجميع، اخص بالشكر طبعا جميع يعني جميع اعضاء الجمعية العمومية، وتاني بكرر شكر للسادة القضاة الحقيقة اللي قاموا بدور كبير جدا معانا، وان شاء الله احنا بنبتدي بقى لمستقبل جديد باذن الله. اعضاء الجمعية العمومية هي اللي كتبت المستقبل ده، وباذن الله نكون عند حسن الظن ونمشي بقى المستقبل ويروح جديد باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.